لو الحاجة مثلا اللي هو بيكون الحاجة اللي هو الجملة الحرف اللي بتكمل لي معنى. الجملة طيب يا مروان، مروان نعم لو الكلمة بتاعتي مرفوعة ومعمول الـ الـ النوع بتاعها جمع مذكر سالم، يبقى الكلمة دي هنا مرفوعة بإيه؟ لا والله ثواني. يا ما هو والله ايوه مريم، ايوه الصوت عندك يا حبيبتي. ماشي طب يا مازن، بالواو ميس مين؟ مروان قال الواو. تمام، لو الكلمة بتاعتي مرفوعة ومثنى هتبقى مرفوعة بإيه يا مازن؟ مرفوعة بالإيه؟ اه مرفوعة بالألف بالألف. طيب يا إيلا، لو مرفوعة ومفرد هتبقى مرفوعة بإيه؟ مرفوعة بالضبط بالضمة. برافو عليكي يا آدم. ايوه ماشي لو جمع تكسير ومرفوعة هتبقى مرفوعة بإيه يا بابا؟ بالضمة بالضمة. يا مريم، ايوه لو جمع مؤنث سالم ومرفوعة هتكون مرفوعة بإيه؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعية الضمة تمام. طب هو لازم الخبر يجي ورا المبتدأ على طول؟ لا تمام، برافو عليكي. أمال إيه هو الخبر؟ هو اللي بيجاوب على السؤال بتاع إيه عشان نسير؟ او الخبر بيجاوبني على سؤال إيه؟ قولي يا مازن. ماله ماله، برافو عليكم. طيب احنا كده عملنا زي مراجعة على الجملة الاسمية، هنشتغل دلوقتي على الجملة الفعلية. الجملة الفعلية دي احنا قلنا ان هي الجملة اللي بتبدأ باسم، كله يقفل المايكات بتاعته عشان الاصوات. طيب الجملة الفعلية هي الجملة طبعا اللي بتبدأ بفعل. طب ايه هي اركان الجملة الفعلية؟ اركان الجملة الفعلية بتاعتي بيبقوا 3، 2 أساسيين وواحد معايا مكمل. مكمل ده يعني ممكن يجي في الجملة وممكن أستغنى عنه. طب هي زي إيه مس الجمل الفعلية كده؟ عرفيني وعرفيني الأركان عليه. أول جملة معايا: يلعب عمر في النادي. الجملة الفعلية ليها 3 أركان زي ما قلنا. أول 2 أساسيين معايا الفعل والفاعل. طب هو إيه الفاعل ده أصلا يا مس؟ الفاعل ده هو اللي قام بالفعل، يعني هو اللي عمل الحاجة. تعالوا نطبق الكلام ده على أول جملة معايا: يلعب عمر في النادي. فين الفعل هنا يا آدم؟ يلعب يلعب. طيب مين اللي بيلعب؟ أنا هسأل بمن عشان أعرف مين الفاعل. مين اللي بيلعب؟ عم عمر. يبقى أنا كده حددت أول ركنين معايا اللي هو الفعل والإيه؟ والفاعل. يبقى الجملة الفعلية بتاعتي بتتكون من 3 أجزاء: فعل وفاعل وحاجة اسمها مفعول. الفعل والفاعل لازم يجوا، لازم. حتى لو الفاعل مستخبي بيكون حاجة اسمها ضمير مستتر وأنا بستنتجه أو بفهمه من الإيه؟ الجملة بتاعتي. زي الجملة رقم 3 مكتوب فيها: اكتب دروسك. اكتب دروسك، هو فين الفاعل هنا؟ أنا بكلم حد قدامي صح؟ ماشي مين بينده؟ انا مش المفروض عمر دي تبقى اسم المفروض ايه؟ عمر تبقى اسم ما هي اسم بس موقعها الاعرابي او ساكنه في بيت مين في الجمله الفعليه؟ هي ساكنه في بيت الفاعل. تمام؟ انما هي اسم، نوعها اسم، انما اعرابها بيبقى فاعل لان هو اللي قام باللعب دوت او بالحاجه دي. مفهومة يا آدم؟ ايه طيب ازاي بقى يا مس الفاعل ممكن ما يجيش وانت قلتي لي ان هو ركن اساسي؟ ممكن ما يجيش زي جملة اكتب دروسك. انا هنا استنتجه، انا بكلم حد قدامي هقول له ايه؟ اكتب انت دروسك.
طب هي كلمة أنت دي موجودة قدام عيني هنا؟ لا مش موجودة قدام عيني. طب أمال أنا جبتها منين أو عرفتها منين؟ استنتجتها من معنى الكلام بتاعي. أنا بكلم حد قدامي بأمره يعمل حاجة، يبقى هقول له اكتب أنت دروسك. هنا الفاعل بتاعي موجود بس مستتر، يعني مستخبي، مش ظاهر قدام عيني. اتفقنا؟ طب يا ميس، اتفقنا. ينفع ابتدي من الاول عشان مش فاهمها كويس؟ حاضر يا مريم. حد تاني طب مش فاهم غير مريم؟ ايه؟ لا فاهمة. مروان مش فاهم؟ فاهم برضه يا ميس، مكتاتش دي مش فاهم مش حتة فاهم المستتر. مازن، يا ميس. هو انا فاهم بس يا ميس، هي الفاعل والمفعول وإيه تاني؟ فعل وفاعل ومفعول. فعل وفاعل ومفعول. مفعول. طيب مروان افتح المايك، وإيلا ومريم، ولو في أي حاجة وقفوني في وسط الشرح. هعيد تاني، الفاعل بتاعي ممكن يجي قدام عيني وممكن ما يجيش، بس بيبقى مفهوم من الكلام. زي الجملة رقم 3 معايا مكتوب فيها اكتب دروسك، أنا بقول اكتب يعني أنا بكلم حد قدامي، يعني بخاطب حد قدامي، يعني كان المفروض يكون في ضمير للمخاطب. تمام؟ ومين هم ضمائر المخاطب؟ أنت وأنتي وأنتم وأنتنا وأنتما. طب اكتب ده مفرد، يبقى أنا هستخدم هنا ضمير المخاطب مين؟ أنت. يبقى أنا كان المفروض يكون في كلمة أنت بعد كلمة اكتب، صح ولا مش صح؟ معايا ولا إيه؟ طيب تمام. هو علشان يسهل معايا الجملة وما يخليهاش ملعبكة وكبيرة كده ورخمة، فقال لك هنشيل كلمة أنت وانتوا استنتجوها. اكتب الدرس أو اكتب دروسك، يعني أنا بكلمك أنت واقف قدامي. أكيد مش مثلا أنا هقول لأخويا وهو واقف قدامي اكتب، وأخويا التاني هو اللي يروح يكتب، صح ولا مش صح؟ مفهومة كده؟ وصلت؟ طيب يبقى انا الفاعل طالما مش موجود قدامي فهو بيبقى ضمير مستتر، بيبقى ايه؟ ضمير مستتر. طيب انواع الفعل بقى ايه يا مريم؟ وايه الضمير المستتر ده؟ الضمير المستتر دوت يعني حاجة كانت المفروض تبقى فاعل بس هي مش موجودة، فعوضنا عنها بضمير يناسبها. ماشي. تمام كده؟ معايا؟ حد عايز يسأل في حاجة تاني؟ انتوا نايمين النهاردة؟ يلا مش ابدا، يلا كمل الشرح. طيب عندي أنواع الفعل قلنا قبل كده 3، ماضي ومضارع وأمر. الفعل الماضي والفعل الأمر عندهم حاجة اسمها بناء، عندهم حاجة اسمها ايه؟ بناء بناء. ايه بناء ده؟ يعني لما باجي اعرف بقول فعل ماض مبني او فعل امر مبني. طب المضارع برضك يا مس مبني زيهم؟ لا، المضارع ده معرب. يعني ايه معرب؟ يعني ليه علامة اعراب بتاعته، زي ما اقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه كذا. تمام؟ طب هو كل الافعال يا مس بتبقى مرفوعة؟ لا. طب امال الماضي والامر ده بيتبني على ايه؟ الماضي بتاعي بيتبني على 3 حاجات، فتح وسكون وضم. السكون والضم مش مطلوبين منكم في الفتره دي دلوقتي، ايه المطلوب منكم؟ الفتح. يبقى انا اي فعل ماضي يقابلني في الاغلب هيكون علامه بنائه هنا الفتح. تمام؟ لحد ما ناخد الحالات بتاعته، امتى يكون مبني على السكون وامتى يكون مبني على الضم. تمام كده؟ طيب والفعل المضارع، انت يا مس قلت ان هو مرفوع، هو مرفوع بس؟ لا، ده في حاجة اسمها فعل مضارع مرفوع وفعل مضارع منصوب وفعل مضارع مجزوم. طب امتى كل حاجة؟ المنصوب والمجزوم بيبقى قبلهم ادوات نصب وادوات جزم. طب انا يا مس اعرف افرق ما بينهم ازاي؟ اي فعل مش قبله اي اداة، ان ان لن، الحاجات اللي هي الغريبة شوية قبل الفعل، يبقى ده فعل مضارع مرفوع.
تمام، وبرضك مش عندكم ولا النصب ولا الجزم في الوقت الحالي اللي انتوا فيه. طيب امال ايه يا الامر؟ مش هي بتاعة المضارعة، مش فاهمها بتاعة المضارع. المضارع ليه 3 حالات اعرابيه، يا اما بيكون مضارع مرفوع، يا اما بيكون مضارع منصوب، يا اما بيكون مضارع مجزوم. المضارع يعني يا مش يعني ايه مجزوم؟ يعني ايه مجزوم، مجزوم؟ مجزوم يعني قبله اداه من ادوات الجزم. الجزم دي حالة إعرابية، تمام؟ في أدوات معينة بحطها قبل الفعل بتغير لي إعرابه. واصلة كده؟ واسمع مش طيب تمام. الفعل الأمر بقى ده برضك مبني، بس مبني على حاجات كتير قوي. اللي مطلوبة مننا حاليا هي السكون، مبني على السكون. موجود سكون كمان معايا حذف النون، حذف حرف العلة، ومبني على الفتح. كل واحدة من دول ليها حالات معينة انتوا مش مطالبين بيها حاليا خالص، حتى هتكون صعبة عليكم في الاستيعاب في الفترة دي. تمام، يبقى احنا هنثبت معانا دلوقتي شوية حاجات هي اللي معانا في المناهج بتاعتنا حتى الآن. ايه هي الحاجات دي؟ ان الفعل الماضي مبني على الفتح، والفعل المضارع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفعل الأمر مبني على السكون. تمام كده؟ دول الثوابت اللي معايا في المنهج الحالي بتاعنا لحد 4 و5، وفي الأغلب كمان 6. كله مركز معايا؟ يا مش أيوة برضه مش أمس. فاهمة، يا مش برضه مش فاهمة، إيه يا مريم؟ برضه مش فاهمة مش فاهمة أنهي جزئية يا حبيبتي؟ اللي هي بتاعة الماضي دي. الفعل الماضي بتاعي لما بنيجي بنعربه وبنسكنه في البيت بتاع الإعراب بتاعه بنقول إن هو فعل ماضي مبني. طب مبني على إيه؟ هو بيتبني في الأساس وفي النحو عموما بتاعي على 3 حاجات، هناخد منهم حالة واحدة بس اللي هي حالة الفتح. تمام؟ فاهمة يا مريم؟ طيب اخش على اللي بعده ولا عيد حاجه تاني؟ حد عايز عيد حاجه تاني؟ هيا يا مازن، لا مش ادم، ايوه ادم بتاعت السكون يا مس، يا مش مس. عايد لك حاجه، في حاجه مش فاهمها؟ لا اكيد. يا مس، قولي يا مريم. هي اللي بتاعت الأمر دي مش فاهمها قوي. بتاعة الأمر، قلنا الفعل الأمر زيه زي فعل الماضي، لما باجي أسكنه في البيت بتاعه بتاع الإعراب بقول فعل أمر مبني على كذا. ليه كام حالة؟ ليه 4 حالات معايا: سكون، حذف نون، حذف حرف علة، وفتح. هناخد منهم دلوقتي السكون. يبقى أي فعل أمر يقابلني حاليا تكون علامته السكون، فعل أمر مبني على السكون. خلصت انا فهمت. تمام كده؟ إيلا نعم فاهمة؟ هيا إيلا مش فاهمة المضارع قوي. مش فاهمة المضارع قوي. مروان نعم مش فاهم ولا عيد لك جزئية معينة؟ فاهم. طيب بص يا إيلا، الفعل المضارع بتاعي قلنا إن هو بيتعرف فعل مضارع، يا إما أقول مرفوع، يا إما هقول منصوب، يا إما هقول مجزوم. كل حاجة من دول ليها حالات معينة أو دلائل تقول لي أنا هعمل إيه. مثلا الفعل المضارع لما بيكون منصوب بيبقى قبله أداة من أدوات النصب. طب مين هم أدوات النصب يا مس؟ هقولهم، هم مش عليكم ولا عليكم حفظهم ولا مطلوب منكم تعرفوهم دلوقتي. أدوات النصب هي أن ولن وكي ولكي ولن وحتى. تمام معايا؟ آخر واحدة حق هقولهم تاني: أن لن كي لكي لام التعليل وحتى. هما 6، دول أدوات النصب. أول ما أشوفهم قبل الفعل يبقى ده فعل مضارع منصوب. تمام كده؟ طب مين هما معنا أدوات مش الجزم؟ شوية أدوات زي أن ولن والكلام دوت
بس انا مش هقولهم لكم علشان ما تتلخبطوش، تمام؟ طب تمام. يعني قولي هي أدوات النصب إيه؟ ان ولن وكي ولكي ولام التعليل وحتى أن ولن والكي وكي ولكي. والكي والكي ولام التعليل وحتى دولت اول ما اشوفهم قبل الفعل المضارع يبقى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتح، تمام؟ تمام. طيب دولت اللي انا قلتهم دولت مش علينا احنا، كل اللي علينا نعرفه ان الفعل المضارع بتاعي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب في علامات اعراب تانية مس غير الضمة؟ في علامات كتير بس برضك مش مطلوبة منكم، تمام؟ معايا؟ حد عايزني اعيد له حاجة في الأجزاء دي؟ طيب ايه يا ماري؟ قول بعد نام التعليل، معلش. وحتى ماشي تمام. ايه رغد؟ الحمد لله على السلامة. بس ينفع تعيديها تاني؟ عيد انهي جزئية؟ الجزئية اللي انت كنت بتشرحيها. انت لسه داخلة صح؟ أي طيب انا شرحت جزئية كبيرة، فانت ممكن ترجعي لها بعد السيشن، ولو في اي حاجة كلميني على الواتساب واعيد لك الاجزاء اللي انت عايزاه، تمام؟ ماشي طيب ماشي بعد كده لو سمحتي ما نتأخرش على الميعاد، احنا فاتحين من الساعة 6 بالظبط. يلا بعد كده عرفنا الفعل يا مس، وعرفنا حالاته، وعرفنا لما يكون ماضي اعرفه ايه، ولما يكون مضارع ايه، ولما يكون امر ايه. ايه بقى هو الفاعل؟ قلنا الفاعل هو اللي عمل الفعل، هو اللي عمل الايه، الفعل بتاعي، وبسأل عنه بكلمة من. يعني عايز اعرف الكلمة دي فاعل ولا مش فاعل، هقول من يكتب مثلا، من يلعب، من يشرب، من يذاكر. اللي هتجاوبني على كلمة من ديت هي دي الفاعل بتاعي، اتفقنا؟ طب الفاعل ده يا مس انت قلتي لي كل حاجة في الإعراب ليها باب، مثلا عندك المبتدأ والخبر انت قلتي لي من باب المرفوعات، الفاعل بقى من باب ايه؟ من باب المرفوعات هو كمان، اتفقنا؟ قلتي لي برضك يا مس في أول الحصة إن الفاعل ممكن يكون اسم أنا شايفاه قدام عيني، وممكن يكون ضمير سواء متصل ظاهر قدامي او مستتر يعني مستخبي. يعني ايه يا مس؟ اما اجي اقول اكتب الواجب، هو مين اللي هيكتب هنا؟ مين هيكتب أنت هنا يا مريم لما اقول اكتب الواجب؟ اكتب انا أنت صح؟ طب هي كلمة انا دي موجودة قدام عيني في الجملة؟ لا يبقى هنا الفاعل بتاعي ضمير مستتر، بس انا فهمته من الايه؟ من الجمله بتاعتي، اتفقنا؟ طيب لما اقول كتبت الواجب، كتبت الواجب، كلمه كتبت دي هو مين اللي كتب؟ انا برضو، مش انا اللي كتبت برضو؟ انا شلت كلمه انا وحطيت بدلها تاء الفاعل، حطيت بدلها ايه؟ الفعل ايه تاء الفاعل دي؟ ت جت لي لزقت في الفعل كتب، هو المفروض اصل الكلمه تبقى كتب. طب لما قلت كتبت يبقى انا شلت كلمه انا وحطيت مكانها تاء الفاعل، بدل ما اقول كتب انا الواجب لا انا قلت كتبت الواجب، وانا فهمت ان انا اللي كتبته، ومريم فهمت ان انا اللي كتبته، وادم فهم ان انا اللي كتبته، اتفقنا؟ معايا؟ مفهومة؟ اي مازن، مروان، يا ميس فاهمين؟ اي فاهم. فاهم طيب تمام يا ميس بقى. طب علامات الفاعل او علامات اعراب ورفع الفاعل دي بتكون ايه؟ زيها زي المبتدأ والخبر. لو الفاعل بتاعي مفرد او جمع تكسير او جمع مؤنث سالب، هنا هقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. طب لو الفعل بتاعي جمع مذكر سالم،
هتكون علامة الرفع هنا إيه؟ هتكون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. لما يكون مثنى هنقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. واصلة؟ وصلنا من تمام لحد هنا كله مش تمام؟ طيب هنحل بقى، انا هحل اول اثنين او اول ثلاثة وهخلي كل واحد بعد كده يحل جملة معي. تمام؟ ذهبت أميرة إلى المدرسة. ذهبت دي، لا الصوت اللي عنده صوت هو يوقف. ذهبت أميرة إلى المدرسة، هعرف حتة حتة في الجملة دي. كلمة ذهب، ذهب من غير التاء. ذهب دي فعل ماضي مبني على الفتح. طيب وبعدين أمال التاء دي يا مس تاء إيه؟ هنسأل الأول بمن، يمكن دي تطلع تاء الفعل اللي المس كانت بتقول عليه. هو مين اللي ذهبت هنا؟ أميرة. يبقى أميرة دي هي الفاعل اللي عمل الفعل، يبقى أميرة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنها مفرد. طب يا ميس التاء اللي في ذهبت دي انت عديتيها ملهاش لازمة يعني؟ اه دي اسمها تاء التأنيث. اسمها ايه؟ تاء التأنيث دي اتحطت لي في الفعل علشان تعرفني ان اللي بيعمل الفعل بنت. تمام؟ واصلة؟ حد عايز يسأل في أول جملة؟ ها قولي يا مريم. هي ذهب مش سامعاكي كويس. ازاي ذهب يعني ازاي ذهب لوحدها ده فعل ماض مبني على الفتح. تمام كده؟ طب والتاء دي بتاعت مين؟ التاء دي مش بتاعت فاعل. التاء دي جت لي في الفعل علشان تقول لي ان اللي عمل الفعل بنت. مريم ايوه الصوت عندك يا حبسي انا مش سامعاكي كويس وفي وش جامد. انت سامعاني يا مريم؟ اصلا عايز كده طيب عايزه تسالي الجزئيه اللي بتسالي عليها قوليها تاني. هي ازاي اعرف ذهبت معمولة ازاي؟ مش ذهب ده فعل؟ اه يبقى دي جملة فعلية، يبقى أنا هسكن 3 بيوت فيها أو بيتين بس لحد دلوقتي. الحصة الجاية نعرف البيت التالت. البيتين بتوعي اللي هسكنهم بيت الفعل وبيت الفاعل، صح؟ همسك أول كلمة ذهب. ذهب دي اسم ولا فعل؟ فعل. يبقى ده كده سكن في بيت الفعل. طب الفعل ده ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ ماضي ماضي. يبقى فعل ماض والماض والأمر مبنيين، يبقى فعل ماضي مبني على الفتح. تمام كده؟ هنسأل بمن؟ من ذهبت؟ مين اللي مشيت يا مريم؟ أو مين اللي راحت؟ أميرة يبقى أميرة دي هي اللي عملت الفعل، صح؟ يبقى هتتعرب إيه؟ أميرة أه أميرة فاعل فاعل مرفوع مرفوع علامة رافعين الضم. ليه؟ لأنه إيه؟ مفرد. تمام كده؟ طب يا ميسي في تاء في كلمة ذهبت أنت سبتيها رميتيها هنرميها يعني؟ لأ، هنقول إن دي تاء التأنيث. يعني إيه تاء التأنيث؟ يعني ته اتشبكت في الفعل بتاعي علشان تعرفني إن الفاعل بتاع الفعل ده بنت. تمام كده؟ تمام وصلت؟ كله فاهم الجزئية دي؟ مروان، مازن، آدم، رب. ايوه ايوه فاهمين يا ميس تمام. هنقفل الزوم دلوقتي وهبعت لكم اللينك مرة تانية علشان خلاص بيفضل له 3 دقايق ويقفل. ماشي؟